يرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء غدا السبت، يرى الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ممثلا باللجنة المنظمة للمهرجان، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف. وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.